لكن أفاجئكم بيها وإلى كل من ينتظر سكوتي أمرحب بكم. عشان مندو العالمي يخش. مندو العالمي صريفا في العرق عجبتنا مخيفة مسيطرين كلنا حريفة دماغنا متكلفة ونضيفة وكيفنا كيف من قريبة في اليوم بنعمل ألف نسيبة تيجي في جهتنا تدفع ضريبة كارين تدب كل الشنيبة بالعافية أو بزور سريت واما تسنطرتني فوقيت خلتني عليك استعبط انا كان ممكن امشيك مالت يا ابو صحاب ارض برز واشباح مرعبه فيها الرز الحمر كهربا كل اللي بيخصم كهربا بيدق عذاب سلاح المذنب فيها مهاجم مش بيحل هو المهاجم عبد النم حم كهربا عبد النم من على انفاس الكون قلت البعد ده احسن حل عشان لقيت صاحبي بتتجل كانوا بيتمنوا للحبسة عشان كنت معنا نفس الدل قلتوا السفر غير مبدأ يا ريت تسلكوا اللي خلاك وكلكوا مني عشان في الطالع للدرجة دي سيت يمسحك مش عايزة مرشدني يا اولاد النار انا مش فاضلكوا معايا كام شغل انا قلت بس اديكم مهلة وبعدها فن وين سيري هرجع تاني لبيتي وسيري ومش هفكر تاني في غير واللي اذاني ونكر خيري وش هيتفرج مشروع الزبط في شارع جايب بلا حدد وموقع نازلين علينا عايزين ياخدونا عملنا خلص منهم وخلعنا الارشاد دول حد تبعنا بره جهتنا مشينا تنانا لقينا اخصمنا بيها غريبه اللي تاني مره الصدفه بتجمعنا والقص الصدفه جمعتني باللقص اديته كام سكينه في وجهه وكام بطل كانوا معاه وكشوا فجأتهم الهوى وفتوني قدمت مقدرتي ومفعولي والطيارين وقفوا يبصون انا مش وحش ولا شخص اصولي انا بعشق الصوت وقامت كل اللي شوفها يقول بنتي بخاف عليها اكتر من نفسي حتى صحبها نادوها باسمي بنوتي عسلي فرفوشة وبتصحى من النوم منكوشة بس هتبقى قمر في الكوشة وهنبقى احلى عريس وعروسة في الدنيا سمينا تتكلم عننا عملنا نفسنا بنفسنا والارض لو تتكلم تحكي تاريخ لنا في الجدعانة عايشين بغزها وسرحان ومحبوبين من كل دايرة قبل الجدعان بس بنتشرف غير كده كلها هدف الدنيا مشكلتك انك لكا اخرك شتيمة من جرادة ابعت لوكيشن بمكانك لو مشغول اقف استنى اول ما تجهز قول لنا هو قبل اللقاء اشرب زبد فكر نشيلك من الخاصية لو انت جاي ممكن تدوم قالوا محبوس وانا قلت فرح بكره تظبط بكره هدا من يوم ما فارقني اللي ساندني وانا عايش عشواوي في ساحة هو طريق بس انتو حكام مجني عليه لكن انتو زنام هي الرحلة بسرقة تحلى ويرجع تاني وينور جيتا عنده كهربا قلبها بكهربا يعني الرزل يجاب عنده بروز تتشرف علشان جدع على مادة وشعب عبد النمر مهاجم أبو كامل يعني السندان عبد النمر أخطر مهاجم يعني التنفيذ والأفعال شدل وعايش حياته بالحب الشدل ده جلال أبو قلب جلال أبو قلب واحد بس جلال أبو قلب ده قد عشان أبو نعمة مصطفى الجاري السيرة والسؤال المتسيد في السيرة الحل أبو نعمة راجل قد الدنيا معلم ابن والأدب يعني دور اسلام راد راجل جدع ومالوش في الجال شرق السينما زميلي لو سحب الصحافه تتكلم حوده شقاوه سندال ويسود واتعامل مع الدوب الارض حوده شقاوه الطلال حيه هو لا اكشن جت قلبان الجدعان يعني احمد بان احمد بان ده الزيت والعين اسمه مسمع جوه وبره سندنا تملي في وقت الشد اكتر اخواته يعاملوا تطار ما بيتعاملوش غير بالنار عم حمدي وعلاء اللول
وقعش ياخد فيني الانظار. فيروز ابراهيم كامل المسا محسوب بحب الناس دايما بيفوق واللي صاحبه اكيد محسوس علشان بيقدر عندي اخوات والله وحش يا رب هون على اخوات يوسف السنون ادرع سلايا هيرجعوا